بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة قبل ما أبدأ أتكلم عن أي شيء النهاردة وأنا بالنسبة لي الموضوع ده بيمثل أهمية كبيرة جدا جدا جدا، وفاة محمد عبد الوهاب. أنا الحقيقة كنت من الناس اللي كانوا موجودين، وأنا آسف إن أنا بقول أنا، لأن أنا كنت من الناس اللي موجودين على أرض الملعب في وفاة هذا النجم الكبير المحترم. محمد عبد الوهاب كان من أقرب الناس لقلبي، وكان دايما بنقعد نتكلم مع بعض أنا وهو، ودايما كنا بنقعد نحكي في كل شيء. هو كان في بعض الأوقات كان مستر مانويل جوزيه ما بيلعبش محمد عبد الوهاب، فكان دايما بيجي يحكي لنا، بيجي يحكي معايا، يجي يحكي مع أبو تريكة، يجي يحكي مع بركات، يجي يحكي مع جمعة. هو بالنسبة لنا كان صغير سنا يعني، فكان دايما محمد عبد الوهاب الحقيقة بيجي ويقف ويتكلم معانا ويحكي، ولكن بمنتهى الأدب وبمنتهى الأخلاق. محمد عبد الوهاب لما كان يجي يقول لي، مش عايز يقول لي يا إسلام، ما كانش عايز يقول لي يا إسلام، دايما يقول لي يا كابتن يا كابتن يا كابتن. فقلت له يا ابني ما تكبرناش، الله يرحمه يعني، قلت له ما تكبرناش، خلينا يقول لي يا إسلام عادي. فكان دايما يقول لي أبو بدر، أنا ابني الكبير اسمه بدر، فكان دايما يقول لي أبو بدر. درجة الاحترام والأدب اللي كانت موجودة عند هذا النجم الكبير الله يرحمه كانت تنبئ بموهبة كبيرة جدا جدا جدا. الحقيقة محمد عبد الوهاب بالنسبة لنا كجيل، لكل الجيل اللي لعب مع هذا النجم الرائع المحترم الخلوق اللي عمرنا ما سمعنا منه كلمة. يعني محمد كان بيجي في أوقات كتيرة، مستر مانويل دايما كان بيحب جيلبرتو عن أي حد تاني، فممكن كان يلعب جيلبرتو حتى وهو وحش ويقعد محمد عبد الوهاب احتياطي. ما كنتش دايما بتلاقي محمد من الناس اللي تبدي قلق على الموضوع ولا يبان عليه ان هو زعلان ولا الكلام ده خالص. محمد كان من الناس المحترمه جدا جدا بجد يا جماعه، انا بتكلم كلام. الله يرحمه الله يرحمه، كان زي النسمه، كان زي النسمه. اليوم اللي هو توفى فيه قبلها بيوم كنا بنسجل للكابتن هادي خشبه على ما اتذكر اغنيه، وكان موجود معانا وهو كان نفسه يغني. الله يرحمه كان نفسه يغني، كان بيحب ان هو يدندن كده وهو قاعد ويغني، او سيد عبد الحفيظ، انا اسف كابتن سيد عبد الحفيظ، كان في اعتزال كابتن سيد عبد الحفيظ. فكان محمد بيحب يدندن، فكانت فرصه قدامه ان هو يغني، وغنى وقعدنا وسهرنا واتبسطنا، وكان قاعد معانا الحقيقه طول القعده. ما كناش بنحس بمحمد لانه زي ما قلت لحضراتكم احنا كنا جيل تقريبا 27 28 سنه، وكان محمد 20 21 سنه، فكان يحس ان هو اصغر مننا، فكان يبقى مكسوف ان هو يقعد معانا، مكسوف ان هو يدخل في اي هزار معانا. الكلام ده كله، الكلام اللي انا بقوله لكم ده حقائق حصلت مع شخصيه نفسي، يعني نفسي انا حتى اولادي يطلعوا زيه. يعني انا واحد من الناس اللي اتمنى ان اولادي يطلعوا في ادب واخلاق وقيمه محمد عبد الوهاب، بعيدا عن كره القدم وبعيدا عن الناحيه الفنيه اللي كلنا متفقين عليها. الحاجات دي احنا بس اللي نعرفها، لان احنا كنا بنقعد طول النهار 24 ساعه تقريبا مع بعض. في الوقت ده كنا بنتمرن الساعه 9 الصبح وبنتمرن الساعه 5 بعد الظهر، فكنا بنبقى قاعدين مع بعض طول النهار. كان بيجي معايا البيت يقعد معايا، لان محمد كان من المغتربين فكان بيبقى قاعد لوحده، فكنا دايما بنسعى كان يروح لابو تريكه شويه يقعد معاه، ومش محمد، كل المغتربين في ذلك الوقت كنا بنعمل غدا ده وغدا، يعني الامور كانت كلنا قريبين من بعض. فمحمد ما كنتش تسمع صوته، محمد عبد الوهاب ما كنتش تسمع صوته من كتر ادبه واخلاقه واحترامه.